فيديو جديد. سو زي ما قريتوا فيديو اليوم حيكون عن تحضيراتي للعيد من ماسك للشعر وماسكات للبشرة وميك اب ولبس. سو اذا كنتم مهتمين بهالشي تابعوا الفيديو للنهاية، واذا كنتم اول مرة عم بتشوفوني لا تنسوا انكم تشتركوا بالقناة بالضغط على زر السبسكرايب الاحمر اسفل هذا الفيديو، كمان فعلوا الجرس هون مشان يوصلكم كل شي جديد بالقناة. وبالمرة روحوا تابعوني على الانستغرام، رح احط لكم صورة انستغرامي هون، كمان بخليكم اللينك تحت في الديسكريبشن بوكس. سو بنات اول شي رح نبلش به هو ماسك للشعر. سو هالماسك هاد انا بحطه على شعري لمدة 20 دقيقة وبسويه قبل الحمام. من فوائد هالماسك انه هو يصلح الدامج، يعني الضرر تبع الشعر، بنفس الوقت كتير بيطول الشعر. مكوناته كتير سهلة وكتير بسيطة. سو اول شي هي ملعقة من جيل اليوفيرا اللي هو الصبار، فيكم تاخدوها من نبتة في حد ذاتها او تشتروه من الصيدلية، معها ملعقة من زيت الفيتامين اي وبتلاقوه كمان في الصيدلية، كمان ملعقتين من زيت اللوز الحلو وملعقة عصير ليمون. سو هون زي ما شايفين هذا هو الماسك عندي. سو حستعمل قفازات، مفروض انه هدول بستعملهم للمستشفى في شغلي. قطعتا great doctor. اذا شايفين وشي تعبان فلانه معي الدورة، خذ ملعقة زي هيك، استعملوا هالماسك هاد كأنكم عم تحطوا صبغة. هنسوي هون زي المساج الخفيف للشعر. حاسة هلا حالي كأني حافوت للعملية، غرفة العملية. سو بس هيك بالنسبة لماسك الشعر، نخلوه لمدة 20 دقيقة، بس أكيد هالوقت هاد هنستغله في شيء تاني. هنروح نسوي حمام بخاري. سو حنغلي المية وحنحط فيه قطرات بسيطة من زيت شاي الشجرة اللي هو تي تري أويل. هاد بالنسبة للبشرة اللي عندها أكني، اللي عندها حبوب، وأنا صراحة عندي شوية حبات، ما بعرف إذا عم تشوفوهم هلا في الصورة أو لا، بسبب إنه معي الدورة. إذا أنتوا بشرتكم مختلطة بنصحكم تحطوا مع الخزامة، وإذا بشرتكم كتير جافة فحطوا معها أوراق الورد. أما البشرة المختلطة فحطوا الخزامة المجففة. سو أصدقائي زي ما شايفين هاد هو حطيته في هالشي وكتير سخن. حطوش وشكم هيك، لايك حاطين وشكم هيك وكتير مقربينه، لأنه بسبب التجاعيد، يعني بطريقة عمودية بتكون. سو صبايا انا خلصت الحمام البخاري، وهلا حستعمل مقشر. المقشر اللي انا حستخدمه هو عبارة عن قهوة مع سكر مع زيت جوز الهند. المقشر هذا ينفع للوش بنفس الوقت ينفع لللبس قصدي. انا رجعت لكم بعد ما شلت المقشر عامل على وشي. سو حستعمل هالماسك هاد من سيفورا للمنطقة هاي. ريحته سو سبيشال. اذا بنات ما عندكم لايك هالماسك هاد او ما فيكم تجيبوه، عادي جدا حنستعمل ماسك بنفس المفعول تبعه. هو منظف بنفس الوقت يشيل الرؤوس السوداء او اي شوائب بالوش، اللي هو عبارة عن بياض بيضة معاه ملعقة من الليمون، طبقة طبقة بهاي الطريقة على وشنا. سو بنات شلت الماسك وهلا حاستعمل هالماسك هذا على عيوني اللي هو بالخيار من سيفورا، اللي هو مفروض انتي بوش، اللي هي البوش هي النفخان اللي تحت العيون اللي بيصير. سو ليتس سي ذاب الماسك من الحر. نحط هالشي هيك. هالشي اللي عنا هون هو اخر ماسك، ملعقة من العسل، ملعقة من الحليب، وملعقة من جيل اليوفيرا اللي هو الصبار، ورشة كركم. هالماسك هاد يعطي glowing ولمعة ونضارة بتجنن للبشرة. نخليه لمدة 20 دقيقة على وشنا. غيروا انه انا نسيت ما غسلت شعري، التهيت بالماسكات تبع الوش ونسيت انه انا لازم اغسل شعري. يكتشف الغامض والمثير. Nous les sommes
خلصت كل شيء، غسلت شعراتي، واخر ما غسلت شعراتي ضليت هيك عم سوي الماسكات من هون من هون، ونسيت انه انا مسويه ماسك في شعري اللي ما لازمش يضل اكثر من 20 ل 30 دقيقه، بس هو ضل اكثر من هيك. يلا شو نسوي؟ سو هذا بالنسبه للماسكات اللي انا اصلا بسويهم قبل العيد بليله. المكياج واللبس اكيد بنسويهم يوم العيد، بس تقلكم شغله، تخيلوا انا يوم العيد بينما الجميع في الدول العربيه يستمتعون به، اخذكم المدعاة بميرا عند امتحان ولا بظل امتحن لساعة 8:30 بالليل، وهالاستاذ هذا اللي انا بامتحن معه وعندي معه قصة خنفشارية رهيبة، هو معجب بي. المفروض انه حدا هيك معجب بيكم ما بعرفش ايش يكون سهل معي، انا بيسألني مليون تريليون سؤال يكرهني في حياتي، والباقي يسألهم بس سؤال وخلاص يلا روحوا، وانا يبهدل يعني، حتى انه رغم انه معجب بي الا اني منفوخه رغم ذلك. اذا بتحبوا بحكي لكم عن قصه هالاستاذ هاد اكتبولي تحت في التعليقات. المهم فروجيتوس، انا هلا راح اروح اتحمم. بالنسبه للحمام ما راح احكي لكم تفاصيله لانه انا صورت فيديو كامل عن هذا الموضوع، راح اخلي لكم اللينك تحت في الديسكربشن بوكس، كان يطلع لكم نوتيفيكيشن هون او هون، روحوا شوفوه حيفيدكم كثير، ونلتقي ان شاء الله بكره فرجيكم الميك اب والملابس. سو سي يو فروجيتوس. هاي جايز، فكرتوا انه انا حيتغير شكلي وحسوي ميك اب حاجيكم، قلت لازم اشكرككم بكل شيء. سو انا حاليا حاطه كريم الترطيب وكمان البرايمر من سيفورا، وهلا حنستعمل معهم الفونديشن من ميك اب فوريفر. سو هي اغمق من بشرتي، وهي افتح درجتين او درجه من بشرتي، بحط قطره لانها كتير غامقه على بشرتي. كثير بحب الفونديشن من ميك اب فوريفر، بحس تغطيته كتير عاليه، كمان سعرها نوعا ما كل العالم تقدر عليه. الوحده اشتريتها بفوق ال $50 بشوي، ف وانا اشتريت اثنين، فالاثنين فوق ال $100. انا كل ما نويت انساك ليك الذكرى ترجعني، من غير ما تتمسخروا على البيوتي بلندر تبعي والله مو لاقي حتى وقت انه انا انظفه. سو هلا حاطين الفونديشن، راح احط هلا هالكونسيلر هاد من نارس، يعني حاحط من الكونسيلر كبرايمر للاي شادو. بس قبل ما بسوي الاي شادو بدي اسوي حواجبي. سو عندي هون قلم من حواجب من بنفيت وجل براو. حاط هاللون هاد، يلا نشوف شو حيصير. على فكرة بنات انا مني من النوع اللي يعرف كتير يحط ميك اب، ف don't judge me about this. حاول اسوي سموكي بالبني، فكرة انا مسوية دورة في الميك اب، وبعرف شو تعني استيتسين، لكن اللي مهتمة بالمساج، اللي مهتمة بالميك اب، مهتمة بالعناية بالبشرة وكل هاي الاشياء، المفروض انه انا بعرف احط ميك اب، بس انا ما كنت كتير مهتمة، يعني انا حبيت اجرب اسوي دورة، بس حسيت حالي انه الميك اب مو تبعي، انا ماني مهتمة فيه. على فكرة اذا في بنات حابين يفوتوا على هالمجال، هالمجال ابدا منه مهين، اللي هو مجال ميك اب وكله، درست فيه اشياء انا درستها في الطب اوريدي، لانهم عندهم الاناتومي جنرال، اي الاناتومي العام. اخذ من هاللون هاد، يا الله لا تفضحني يا الله، يلا يلا حنشوف، وهلا من هاد، ف يلا فقر تجارب. وراح اخذ من هاللون هاد. تخيل المفروض اللي قدامكم تكون ميك اب ارتست، بس انا ماني ميك اب ارتست. تقولي وقتها كنت بعرف كثير بحط ميك اب، بس ما سويت كثير ابلكيشن لاني ما كنت مهتمه، كنت بهرب من حصه الميك اب واروح لحصه الماسكات لانه انا بموت على هالشيء. فيلا مش مهم. هي الحركه لما تبلش تسوي لايك كونتور. يا زمان نسيت انه انا بستعمل الباودر، لانه تعودت انه انا ما بستعملهاش، ما كنتش بستعرف بوجودها. وكبلش بستعمل هذا من بالم، وبحط هذا الهايلايتر هذا من سيفورا اللي هو ليكويد، كمان سالتولي عليه في التعليقات، راح انا بحبه لانه يعطي لمعه كتير طبيعيه. سو هذا بالنسبه للهايلايتر. سو راح انتقل للمرحله اللي بعدها اللي هي اللاشز. هذا هو الميك اب النهائي بفضل بس الليبستيك. شايفين قديش رموش تعطي جماليه هيك للميك اب، بس انا ما بستعرف بيها كثير الصراحه، ما
بستعملها كتير. وبالنسبة للبنات اللي سألوني على العدسات اللي انا لبستهم هلا، حط لكم هون صورة فيها الماركة تبع العدسات. كمان اذا لقيت الموقع تبعهم فيكم تشتروها اونلاين، كمان حط لكم لينك تحت في الديسكريبشن بوكس، لانه في كذا بنت سالتني وانا نسيت اصلا اسم الماركه اللي انا اشتريتها، بس اللون هو الاوليف. وفي بنت سالتني في كومنت وانا قلت لها رح اروح للصيدليه اللي انا اشتريت منها وحشوف لك الماركه، وهي بما اني وقعتها فهي هي الصوره. سو بعد تفكير قررت انه انا اسوي هذا من صفر ورح ادمجه مع الاحمر ونقطه من هذا. سو هالكلر هذا انا كثير بحبه، رقمه 96. سو عندي هي الفرشاية هي حادمج بيه. سو هذا هو اللون النهائي. لو حطيت الاحمر حسيت حيكون كثير اوفر، فلهيك اخترت شي نيود. بنات هذا هو الميك اب النهائي. ما بعرف قولوا لي رايكم بالتعليقات، حبيته ما حبيته، يعني كشخص مبتدئ زي شو رايكم فيه. يا بس انا حبيت الرموش اكتر شي، حسيتها عاطيه جماليه مش طبيعيه للميك اب. عرفوني ما بحط كتير ميك اب. ذكرت انه هلا نسيت لكم عيد مبارك سعيد عليكم. يمكن لانه انا من كتر ماني حاسه ابدا باجواء هون العيد فلهيك، فعيد مبارك سعيد عليكم يا رب، وكل عام وانتم حيين الف 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 خير يا رب. وبعتذر اذا صورت لكم هالفيديو كتير متاخر.